احنا قدام أجنحة الفراشة والتي تنبأت ب 25 يناير. وكمان في تجربة مهمة جدا، أو أكتر من تجربة الحقيقة في المسرح، ولكن خليني أقف عند الجنزير واللي كانت بتتحدث عن التطرف وبتتحدث عن الإرهاب وتجارب أخرى، ولكن الإرهاب ومواجهة الإرهاب، فين الأعمال الفنية اللي بتواجهه الآن، أو ما هو دور الفن الآن لمواجهة الإرهاب والتطرف؟ حضرتك بتشوف ده إزاي؟ يعني طبعا مواجهة الإرهاب دي قضية مجتمع ككل، من أول رجل السياسة فوق. وإحنا عشنا فترات قبل كده كانت السياسة بتهادن الاتجاه الإسلامي، بل بالعكس كانت يعني شيوخ هذا الفكر أصبحوا يعني نجوم في تلفزيون الدولة في السبعينات وغيره. وأيضا هي قضية المثقف وقضية الرجل العادي وقضية التعليم وقضية الإعلام وقضية الفن. فما لم تتضافر كل هذه الجهود لمواجهة هذا الفكر، حيظل هذا الفكر متغلغل وموجود في المجتمع. ويمكن ده اللي أنا يعني دفعني لكتابة الجنزير، إن أنا كنت شايف انتشار هذا الفكر، وانه لو استمر هذا الانتشار هيجي وقت هنبقى احنا المجتمع كله هيبقى رهينة في ايد هذا الفكر. لان المسرحية كانت بتصور اسرة مصرية، جماعة ارهابية اخذتها رهائن، كما حدث مع مصر في ظل حكم الاخوان حين أصبحت مصر كلها رهينة في يد هذا الاتجاه. يمكن احنا عندنا النهاردة لأول مرة نظام سياسي بيواجه هذه الظاهرة بشكل صريح وواضح ومباشر. الحرب على الإرهاب اللي حصلت يعني طوال السنوات اللي فاتت واللي أدت النهاردة إلى تراجع هذه الظاهرة بشكل كبير جدا، يجب أن يصاحبها حركة موازية تواجه هذا الفكر في التعليم، في الإعلام، في الكتابات الفكرية والأدبية والفنية. لأنه ما قيمة إن احنا نقضي على الإرهاب وهو لسه المدرسة في المدرسة بتقول للطفل الصغير ما تسلمش على زميلك لأنه مسيح؟ يعني في جوانب أخرى يجب أن احنا ننتبه إليها. إزاي طيب هننتبه لهذا هذه الجوانب وإحنا في عصر مواقع التواصل الاجتماعي اللي يعني بتأثر بشكل أكبر بكتير من، ممكن تكون مؤثرة أكتر من الفن، ممكن تكون مؤثرة أكتر من الإعلام، نقدر نعمل ده إزاي؟ والله أنا شايف إنه المدرسة اللي بتكلم الطالب مباشرة أكثر تأثيرا من أي حاجة في الإعلام. فإحنا محتاجين إعادة النظر في مناهجنا الإعلامية، في وسائل التدريس في المدارس، في الخطاب الإعلامي، في كل ما يدخل في صناعة الفكر. لأنه أصبح هذا الفكر الآن المسمم موجود ومنتشر، وانتشر على مدى عقود في غيبة أي محاولة لرصده. كنا بنواجه آثاره الإرهابية لما تحصل جريمة نواجهها، لكن ما كناش بنواجه الفكر ونقتلع جذور هذا الاتجاه الفكرية.